السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أم عبد الرحمن، مريضة سكر من النوع الثاني. عزمت على البدء بعمل رجيم وإنقاص من وزني بعد أن لاحظت أن يعني السكر تطور يعني معي إلى الأسوأ مع مرور الوقت، فقمت بالتواصل مع الدكتور أحمد عطية الدهشان، والحمد لله قام بالحجز مباشرة، حجز موعد مباشرة، والحمد لله وفقني الله بعد أن خسرت من وزني 13 كيلو الحمد لله. وصراحة أنا لم أكن أتوقع بأنني سأخسر حتى كيلو واحد، يعني كنت أقول سأهرب من أول أسبوع، ولكن الحمد لله بعد ما لاحظت أنه معدل السكر انتظم وقدرت أمشي يعني المسافة الطويلة وراح الوجع من مفاصلي وقدرت أصلي كده وأنا مرتاحة من غير وجع، قررت أكمل يعني بالرجيم بعد الله يرجع الفضل للدكتور أحمد عطية الدهشان. وهذه ليست يعني مجاملة وإنما هي الحقيقة، يعني الدكتور أحمد يعني شجعني وساعدني كثير ولم يبخل علي بأي معلومة أو أي سؤال أسأل عنه، يعني كان يعطيني الكثير من البدائل في أكل يعني كنت ما أحبه يعني، فكان يجيب لي أي يعني البدائل دائما، يعني كان رجيم سهل يعني من غير أي حرمان. جزا الله الدكتور خير الجزاء، كثر الله من أمثاله ورفع من قدره في الدنيا والآخرة، وأتمنى له دوام التوفيق والنجاح. وأنصح كل إنسان يعاني من الوزن الزايد أن يبدأ رحلته مع الأكل الصحي، يعني تحسين شكله ومظهره وحتى حالته النفسية يعني تتغير.